دي مبادره اسمها مبادره 50 ساندوتش، وبنعملها عشان هي معانا في مؤسسه اسمعونا، احنا مؤسسه اسمعونا وهم المبادره دي جم عشان يشاركونا الايفنت بتاع المصل واللقاح. احنا رايحين هناك نتبرع بالدم وجايبين مؤسسه مرور كايرو، وهم بيشاركونا في الساندوتشات عشان يوزعوها على الناس هناك في المصل واللقاح. المبادره بدات تقريبا من حوالي سنتين ونص ثلاث سنين. بدانا انا ومجموعه من صحابي بننزل الشارع نوزع عليهم سندوتشات. السندوتشات كنا بنجيبها من بعضنا، يعني كل واحد يعمل مجموعه سندوتشات ويجيبها وننزل في الويك اند نوزعها. الموضوع مشي شهر واتنين، بعد كده بدا يبقى عبء. العبء المادي مش قليل، لان احنا مش بنوزع فول وطعميه وسندوتشات عاديه، لكن احنا كنا بنقصد ان احنا نوزع دايما لحوم وفراخ. السندوتشات اللي الناس دي مش دايما بتاكلها، او مش الاكل اللي بياكلوه دايما. المبادره في الاساس هي بتهدف انها تسد ابسط الاحتياجات اللي عند الناس، يعني احتياج الاكل ده احتياج ملح عند كل الاشخاص، فلازم ياكل كل يوم. احنا مش بنعمل حاجه واو، مش بنسد احتياج كبير، ولكن احنا بنشتغل على سكيل صغير خالص على قد امكانياتنا وعلى الحدود اللي احنا فيها. احنا ما احناش مؤسسه كبيره، ولكن احنا بنعمل حاجه ابسط حاجه ممكن نكون بنقدمها، مجهود بسيط مننا نساهم بيه في المجتمع. احنا بنعمل في مبادره ال 50 ساندويتش، بنعمل الساندوتشات اللي هيوزعوها ان شاء الله على الاطفال المرضى والمتبرعين بالدم، واحنا مستضيفينهم هنا في معرفه علشان نبقى يعني بنقدم اللي بنقدر نقدمه للبلد ان شاء الله. هي طرق بسيطه ومتاحه، هي مش الهدف بتاعنا ان احنا ناخد السندوتشات وننزل بيها، لكن لو انت تقدر تعمل كده انزل، لو مش هتقدر عندك وقت لكن مش عندك السندوتشات احنا ممكن نعمل سندوتشات وانت تاخدها وتنزل، لكن للناس اللي هي ما عندهاش وقت وغير متاحة بصورة منتظمة أو حتى يعني وقتها ضيق، هي ممكن تشارك بالفلوس أو ممكن كمان تشارك إنها تنزل بعربياتها في وقت التوزيع، أو ممكن تيجي بس مجرد إنها تنزل مع الحد اللي سايق علشان تنزل بدل ما يقف الإشارة ويلخبط الدنيا، هو ينزل يشوف حد ينزل يديه. احنا بنحاول ان احنا نكون بننزل بشكل اسبوعي، بنوزع فراخ بانيه، كفته، جبنه رومي، وثمره فاكهه او ثمرتين فاكهه. المبادره ما بتقفش بس عند السندوتشات، لكن اثناء البرد الشديد اللي احنا فيه ده السنه دي واللي قبلها واللي قبلها كان نحتاج الغطا والدفى ملح جدا، فبدأنا ان احنا نكون بنجيب بطاطين وشيلان وزعبيط ونوزعها على الناس اللي في الشوارع. كنا ننزل بالليل متأخر قوي، كنا بنبقى متأكدين ان الناس اللي نايمة في الشارع دي هومليس فعلا، ما عندهاش بيوت وما عندهاش غير اللي متغطية بيه، فكنا بنغطيهم ونديهم غطا. اتمنى ان ناس كتير تشارك في المبادرة دي، لان فعلا الحاجة بتوصل للناس اللي بيستحقوها، فياريت لو الناس كلها تقدر تشارك معانا.